بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم إن شاء الله. إحنا على موعد جديد مع محاضرة جديدة من محاضرات سي ام اي. إحنا ما زلنا في بارت 1 وبنتكلم حاليا في سيكشن اي اللي هو الانترنال كنترولز. إن شاء الله إحنا النهاردة هنتكلم عن توبيك 2 من سيكشن اي اللي هو الانترنال اوديتنج. قبل بس ما نتكلم في الانترنال اوديتنج نعمل ريكاب سريع كده نشوف الحاجه اللي احنا اتكلمنا فيها المحاضره اللي فاتت. كنا بنتكلم عن الانترنال كنترول. الانترنال كنترول قلنا هو النظام اللي عن طريقه بتتاكد المنظمه انها بتسير في الاتجاه الصحيح وانها تسعى لتحقيق اهدافها. وانها تسعى لتحقيق ايه؟ هدفها. بيضمن ان كل يعني صاحب دور في المنظمه بيؤدي دوره على اكمل وجه. الاوبريشنز بتتعمل مظبوط، الاكاونتنج او الانفورميشن سيستم شغال مظبوط، البروسيجرز البيرسونال بروسيجرز بيتم اتباعها، في سيف جاردنج للاسيتس، في حمايه الاصول. تمام. اتكلمنا عن الكومبوننتس بتاعه الانترنال كنترولز وقلنا ان كان ان هي اختصارها كرايم اللي هو الكنترول انفايرمنت، ريسك اسيسمنت، والاي اللي هي الانفورميشن تكنولوجي او الانفورميشن سيستم، والام اللي هي المونيتورنج الخاص بعمليه فحص النظام او الاشراف على النظام، ان تتابع النظام وتعمل له ابديتنج بشكل مستمر، واخر حاجه اللي هي بتتكلم الاكزيستنج اوف كنترول اكتيفيتيز اللي هي الانشطه اللي احنا هنشتغل عليها عشان خاطر نطبق الايه الانترنال كنترول بتاعنا. وان اهداف الانترنال كنترول هي اختصارها عمليه سكير او كلمه سكير اللي هي سيف جاردنج اوف اسيتس، كومبلاينس لللوز اند ريجوليشنز، الايه اللي هي عباره عن اكومبليشمنت اوف ايه اوف اوبجكتيفز جولز اند اوبجكتيفز. كان عندنا الار ريليابيلتي اوف فاينانشال ستيتمنتس، واخر حاجه اللي هي الاي اللي هي عباره عن الافشنسي اوف ايه اوف اوبريشنز. لما قلنا الاكومبليشمنت اوف جولز اند اوبجكتيفز ده عباره عن الافكتيفنس، و الايه اللي هي خاصه الايه اللي هي الافشنسي اوف اوبريشنز هي عباره ايه بديل ايه الافشنسي. انا عندي هدفين اساسيين في اي منظمه في الدنيا هما الافكتيفنس والايه والافشنسي. الافكتيفنس ان انت تحقق الايه الهدف النهائي خالص اللي انت بتسعى من اجله، والافشنسي انك تحقق هذا الهدف في اقل باقل يعني باستخدام امثل الموارد، يعني اقل هدر ممكن الموارد بايه بتحاول تحقق هدفك، يعني ما يبقاش عندك فاقد في الموارد بشكل كبير في الريسورس الخاصه بالمنظمه وما الى ذلك. تمام. ده كان الانترنال اوديتنج، وكلام في انواع الانترنال عفوا الانترنال كنترول، وكلام في انواع الانترنال كنترولز اللي هي كان الكنترول اللي ممكن يتعمل اما ان يكون بريفنتيف او ديتكتيف، يعني اما يكون وقائي او كشفي او كوركتيف. وبعد كده كان في حاجه اسمها دايركتيف ان انت تبدا تعمل توجه تسعى توجه المنظمه انها يكون لها بوزيتيف اكشن، والكومبنسيتنج ايه كنترولز. كنا في الامور دي كلها وخدنا فكره عن الريسك وانواع الريسك وازاي ان احنا نبدا نتعامل مع الريسك. تمام. ونعرف الريسك وما الى ذلك. ده كله اتكلمنا عنه في الانترنال كنترول المره اللي فاتت. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده او موضوع جديد اسمه الانترنال اوديتنج. مش عايز انترنال وانترنال وتشابه المصطلحات يعمل عند الناس لخبطه. الانترنال كنترول قلنا هو سيستم. هو ايه؟ سيستم. مفيش احنا ما اتكلمناش عن بشر هنا خالص، هو سيستم بيطبقه بشر. بيطبقه مجموعه من الناس. بس في الاساس هو ايه؟ سيستم. هو مجموعه من ايه؟ من البوليسيز من البروسيجرز. ده كده الانترنال كنترول. لما نيجي نتكلم عن الانترنال اوديت هي وظيفه. هو فانكشن. دور الوظيفه دي ايه؟ هنعرفه في خلال هذا الدور. الهدف الاساسي بتاع الانترنال اوديت هو عباره عن ان هو ابريز ذا ديزاين اوف افكتيفنس اند ادهيرنس تو انترنال كنترول بوليسيز اند بروسيجرز تو اسيس ذا فيرمز كواليتي اوف بيرفورمانس. يبقى الهدف الاساسي بتاع الانترنال كنترول احنا عملنا خلاص السيستم اللي بنتكلم فيه الانترنال كنترول، فيجي عندي بقى اعمل ايه؟ ابتدي اشوف فعاليه هذا النظام اللي هو الانترنال كنترول، ابدا اقيم مدى الالتزام بقواعد الانترنال كنترول البروسيجرز، وابدا في النهايه اقيم الكواليتي بيرفورمانس. انا في النهايه عايز الانترنال كنترول هدفه ايه؟ بيرفورمانس. هدفه ان الشركه تؤدي او المنظمه او كل عضو في المنظمه يؤدي اللي عليه حسب المطلوب منه بالشكل الفعال بالشكل الكفء.
فبقى في النهايه بحقق الهدف هذا الهدف عن طريق الانترنال كنترول، بعمل عمليه تاكيد او اشورنس لكل ان الانترنال كنترول كفاءته عاليه، ان الناس بتؤدي بكفاءه. تمام. طيب لما حب يعرفوا الناس يعني تعريف الانترنال كنترول، احنا كده عرفنا الهدف. التعريف بتاعه هو عباره عن او بيقول لك از ايه ديفايند از ان اندبندنت، وظيفه مستقله، اوبجكتيف اشورنس يبقى هو تاكيد مستقل وموضوعي، اند كونسلتنج اكتيفيتي، وبرضه هو بيقدم بعض الاستشارات للايه للشركه، ديزاين تو اد فاليو اند امبروف اورجانيزيشنز اوبريشن. يعني الهدف كله ان انت عايز تضيف قيمه. النهارده لو الانترنال اوديت ده مش هيضيف قيمه، ملوش لازمه خالص. الانترنال اوديت هدفه ان انت تعمل اشورنس، الاشورنس ده اوبجكتيف اندبندنت، وكمان مش بس انك تعمل تاكيد، انت ممكن كمان تقدم خدمات استشاريه، تقدم خدمات استشاريه للشركه واداره الشركه حول بعض المواضيع الايه المحدده. تمام. It helps organizations to accomplish its objectives by bringing a systematic disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management. في النهاية احنا قلنا ان الانترنال كنترول هو تأكيد للايه، تأكيد لان كل الناس بتؤدي اللي عليه، وان اداء المنظمة بيسير في الاتجاه الصحيح. ده الانترنال كنترول. تمام. عشان نعمل امبروف للموضوع ده، وانك تبدا والهدف خالص كمان ان انت كمان تعمل سيطره او رقابه على الايه، على الريسك اللي موجوده، تعمل لها اداره ريسك مانجمنت، فبرضه ده بيساعدني الانترنال كنترول، بتساعد الانترنال اوديتنج، بتساعد الانترنال كنترول في تحقيق هذا الهدف عن طريق ان في نظام انضباطي او منهج انضباطي يقيم مدى الالتزام ومدى فعاليه الايه الريسك مانجمنت. يبقى منهج انضباطي ده كده. لما نيجي نتكلم عن الايه، عن الديفينشنز التعريف بتاعها، لما نيجي نتكلم عن فانكشن هي كوظيفه، فهي تعتبر ايه ستاف فانكشن، يعني ايه يقوم بها الموظفين. دي مش اوبريشن مانجر، مش لاين فانكشن، مش ناس واقفه على خط الانتاج وشغال، دي شغل ستاف، بيبل فانكشن او ستاف فانكشن. انترنال اوديتنج ديبارتمنت انكلود اني يونت ديفيجن اور اكتيفيتي ويذين ان اورجانيزيشن that perform internal auditing function. يبقى هي بتتضمن اي قسم او اي وحده او اي نشاط داخل المنظمه بيقوم بعمليه الايه perform internal auditing function. يعني هي بتشمل كل الايه، كل اليونتس وكل الديفيجنز اللي موجوده داخل المنظمه. internal auditor، الراجل بقى اللي هو المراجع الداخلي، ده هو شخص داخل المنظمه مهمته هو انه يعمل assigns responsibility of performing internal auditing functions، هو اللي بيبتدي يوزع الصلاحيات او يوزع المسؤوليات الخاصه بتطبيق الايه الانترنال اوديتنج. السكوب بتاعها، السكوب بتاع الانترنال اوديتنج از ابرود اند از ات ريتشز افري ديبارتمنت فانكشن. احنا قلنا لسه انها بتشمل كل الديبارتمنتس والايه والفانكشنز والديفيجنز. الفيسز الانترنال اوديتنج هاز 5 فيسز. الفيسز اللي هي الايه المراحل بتاعتها او الكومبوننتس اللي بتدور حواليها الايه الانترنال اوديتنج. اول حاجه انا عندي الفيز الاولاني البريليمينري سيرفي فيز، اول مرحله هتشتغل عليها في الانترنال اوديتنج انك تبدا تعمل سيرفي، تبدا تدور، تبدا تفحص المنظمه، تبدا تجمع معلومات حول الايه الاوديتي للشركه اللي انت هتبدا تراجع عليه. تاني حاجه بنسميه اوديت بروجرام، بعد ما تبتدي تفحص وتعمل سيرفي وتبتدي تجمع معلومات ويبقى عندك يعني معرفه تامه بالشركه، تبدا تحط برنامج، يبقى انت اوديت بروجرام. دي تاني فيز او تاني كومبوننت او تاني خطوه، تاني ستيب في هذا الامر. يبقى اول خطوه سيرفي، وتاني خطوه اوديت بروجرام، تالت خطوه اوديت فيلد ورك، انت تعمل عمل ميداني، تبدا تشتغل، تبدا تجمع الايفيدنس بتاعتك وتبدا تفحص وتبدا تشتغل. بعدين تعمل اوديت ريبورتنج بعد ما تخلص العمل الميداني وفحصه وتبدا والتشييك على الشركه وتجمع الايفيدنس بتاعتك، تبدا تقول الريبورت بتاعك، يا جماعه الخير في التزام، ما فيش التزام، في خلل في الحته دي، ما فيش خلل في الحته دي، وما الى ذلك. تمام.
اخر مرحله اوديت ايه؟ مونيتورنج. بعد ما تخلص الريبورت تبدا تدور هل الناس طبقت الريبورت، هل في التزام بالفاينلز اللي انت قدمتها لهم، بالريكومنديشنز اللي انت قدمتها ولا لا. بكده الفايف عندي فايف فيسز. الاول عندي بريميليني ايه سيرفي فيس، اوديت بروجرام، اوديت فيلد ورك، اوديت ريبورتنج، اوديت ايه مونيتور. لو حبينا بقى نتكلم عن الستاندردز اوف انترنال اوديتنج، انا عندي الانستيتيوت اوف انترنال اوديتنج حاطط للانترنال اوديتنج فانكشن ثلاث معايير. المعيار الاول عباره عن الكاركترستكس اللي هو الايه، اول حاجه عفوا الاتريبيوت ستاندرد، الاتريبيوت ستاندرد. ثاني معيار البرفورمانس ستاندرد، وثالث معيار الامبلمنتيشن ستاندرد. يبقى هنا معايير خاصه بالسمات اتريبيوت ستاندرد، معايير خاصه بالتطبيق، التطبيق او عفوا بالاداء بيرفورمانس ستاندرد، ومعايير خاصه بالتطبيق اللي هو الامبلمنتيشن ستاندرد. بالنسبه للاتريبيوت ستاندرد بيتكلم عن الكاركترستكس، الشكل الخارجي للايه او الصفات لايه بقى، للاورجانيزيشن والانديفيدوالز بيرفورمينج انترنال اكتيفيتيز. يبقى بتتكلم ادريس ذا كاركترستكس اوف اورجانيزيشنز اند انديفيدوالز بيرفورمينج اوريت ايه انترنال اكتيفيتيز. خلي بالنا هنا هي ما جاتش ناحيه الوظيفه بتاع الانترنال اوديت، هي المنظمه والاشخاص اللي بيطبقوا الوظيفه. يبقى دي كده الاتريبيوت زي ايه، بيربوز اوتوريتي اند ريسبونسابيلتي الخاصه بالمنظمه، الاندبندنس اند اوبجكتيفيتي ان يبقى في موضوعيه في استقلاليه، تمام، البوليسيز البروفيشنسي اند يو بروفيشنال كير يبقى في اهتمام وفي ده كده بالنسبه لمين، للاشخاص يعني الاشخاص في استقلال في الاشخاص، ما هو الاشخاص اللي هيعملوا اللي هيقوموا بالوظيفه اشخاص موضوعيين. البروفيشنسي اند ديوف بروفيشنال كير اللي هو انك تبتدي يكون عندك كفاءه، الراجل المراجع الداخلي وحتى الموظفين وحتى المدراء يكون عندهم كفاءه ويكون عندهم اهتمام، ديو بروفيشنال كير. وكواليتي اشورنس اند امبروفمنت، مهم جدا الكواليتي اشورنس ان دايما كل الانشطه اللي انت هتقوم بيها يكون فيها كواليتي عالي، يكون في امبروفمنتس لايه للبروجرامز، دايما بتعمل تطوير مستمر. واتكلمنا عن التطوير المستمر في المحاضره الاخيره اللي اتكلمنا فيها في الكوست اللي هي كان بيتكلم عن البروسيس امبروفمنتس، انت دايما يبقى عندك تطوير وتشتغل وتحاول تبحث عن نقط الخلل فين تحاول تعالجه، حتى لو ما فيش نقط خلل ان انت لما حتى لو في عندك حاجه بتأدي كويس بس في امكانك تضيف لها او تحسن ادائها فيبقى كل ده انت تشتغل. يبقى دي كده الايه الكاركترستكس بتاع الايه الاورجانيزيشن والانديفيدوال اللي بيطبقه الوظيفه نفسها بيرفورمينج انترنال اوديت اكتيفيتيز، تمام. الحاجه الثانيه اللي هي البرفورمانس نفسها، البرفورمانس نفسه انك تبتدي تادي او اداء الوظيفه نفسها، اداء الوظيفه اللي هي الانترنال اوديتنج ديسكرايب ذا نيتشر اوف انترنال اوديتنج اند بروفايد كواليتي كرايتيريا اجينست ووتش ذا برفورمانس اوف ذيس سيرفيسز كان بي بيرشر. يعني انت ابدا بقى يدخل بشكل عميق شويه وهيبدا يتكلم عن الفانكشن نفسه اللي هو الانترنال اوديتنج، وهيديك كواليتي كرايتيريا ايه اللي انت المفروض تمشي عليه والاداء اللي انت المفروض تتبعه عشان خاطر ايه تنجح في ادائك لهذه الايه الوظيفه. يبقى كده بنتكلم عن الوظيفه نفسها اللي هي الانترنال اوديتنج والمانجنج ذا انترنال اوديت اكتيفيتي. الهدف ان انت هتبدا تنظم الانترنال اوديت وتبدا تعمل ريسك بيزد بلانز وما الى ذلك. الامبلمنتيشن ستاندرز انت بقى احنا كده كنا بنتكلم في البرفورمانس الاداء العام، اما نيجي نتكلم في الامبلمنتيشنز دخلنا لمرحله اعمق، انت هتبدا تطبق بقى، تبدا تعمل تطبيق وبيحدد لك الريكويرمنتس ابليكابل تو اشورنس اند اور كونسلتنج اكتيفيتيز. عامه الوظيفه اللي هي الانترنال اوديتنج لها هدفين هنتكلم عنهم بعدين، اما انها يكون اشورنس اكتيفيتي assurance function ان انت خدمه تاكيد ان انت اوكي ماشي كويس والناس بتادي خدماتها بشكل مظبوط، وده بيبقى هو شغال عليه بياخد في الاعتبار ان الاداره مسؤوله عن نجاح المنظمه ومسؤوله عن تطبيق الانترنال كنترول. الانترنال كنترول الكونسلتنج لا، دي خدمات استشاريه بالاخر بتبقى بتخضع بين الاتفاق ما بين الانترنال اوديتنج والايه والمانجمنت، يبقى دي خدمات استشاريه.
تمام. طيب نحب لو جينا نتكلم عن الايه يعني ناخد شكل كده نفتكر بالانترنال كنترول اللي اتكلمنا فيه المره اللي فاتت ونبدا نتعمق شويه في الموضوع. فانا كان عندي المانجمنت كنترول او الانترنال كنترول. الانترنال كنترول ان انا عندي الكومبوننتس بتاعها هي عباره عن الكرايم قلنا اللي هو الكنترول انفايرمنت ريسك اسسمنت الانفورميشن سيستم المونيتورنج واخر حاجه الاكزيستنج اوف كنترول اكتيفيتيز. ده كده بالنسبه للكومبوننتس. الدايمنشنز اوف اكشن دي هنتكلم عليها دلوقتي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الفيد فورورد. انت لما تيجي تتكلم في الكومبوننتس نرجع كده فاكرين احنا كنا بنقول ايه في الكومبوننت في انواع الانترنال كنترول؟ اما انها كان بريفنتيف او ديتكتيف او ايه كوركتيف. بريفنتيف يعني ايه؟ او بريفنشن يعني ايه؟ بلي كنترول رقابه سابقه. رقابه سابقه يعني برو اكتيف. انت تاخد قرارات قبل ايه؟ قبل ما تحصل المشكله. لا انت هتحب تعمل حسابها وتبدا تحاول ايه تتجنب. يبقى كده اسمه بنسميها فيد فورورد او برو اكتيف او بريفنشن او بري كنترول. دي كلها تدي نفس المعنى وتدي نفس الوظيفه. ده الدايمنشن اوف اكشن. ثاني حاجه ان هو الكرنت اللي هي بقى ديتكشن او ديتكتيف. انك تحاول تكتشف الايه الاخطاء الحاليه. تحاول انك بشكل مستمر تعمل اونجوين كنترول رقابه مستمره. تمام. ده كده الايه الكرنت. المرحله اللي بعد كده اللي هي الكوركشن او الفيدباك. انك تبدا تقول ايه فيدباك رياكتيف كوركشن بوست كنترول اللي هي لقاء رقابه سابقه. رقابه ايه لاحقه عفوا اللي هي بعد ما الحدث يحصل بعد ما المشكله تحصل تبدا تدي عمليه فيدباك وتحاول انك تصحح هذه الايه المشكله. ده كده الدايمنشنز اوف اكشنز بتاع الانترنال كنترول. بعدين الاوبجكتيفز قلنا ان هي سكيل عباره عن سيف جاردنج اوف اسيتس كومبلاينس فور لوز اند ريجوليشنز اكومبليشمنت اوف جولز اند اوبجكتيفز واللي دي قلنا عليها الافكتيف الافكتيفنس والار ريلابيلتي اوف فاينانشال ستيتمنتس والاي دي افشنسي اوف اوبريشنز وهي الايه الافشنسي. المين ايريز ايه هي المساحات الرئيسيه او الاماكن الرئيسيه اللي المفروض الانترنال كنترول بيشتغل عليها؟ انا عندي اكاونتنج كنترول وادمنستريتيف كنترول. اكاونتنج كنترول انت هتشتغل بشكل اساسي على المحاسبه وعلى الاداره بشكل عام. يبقى انا عندي الارياز بتاعتي في الانترنال كنترول الاكاونتنج كنترول والادمنستريتيف كنترول. والكاتيجوريز اللي عندي بتاعت الانترنال كنترول هي عباره عن هارد كنترول. انك تبدا تعمل الهارد كنترول هنا مقصود بيه ايه؟ مقصود بالهارد كنترول هنا ان انت هتبقى بتشتغل على كنترول تقدر تجمع فيه ايفيدنس. حاجه ملموسه. حاجه ملموسه، حاجه انت تقدر تتعامل معاها. بالاضافه ان الهارد كنترول هو اساسا فورمال وobjective موضوعي سهل انك تبدا تطبقه، سهل انك تقيسه، سهل انك تعمل تقييم عليه. زي ايه؟ زي انك تبدا تعمل reconciliations تبدا تشوف reconciliation للبنك ستيتمنت ملموس. زي انك تبدا تعمل تراجع البادجت، تعمل دول كنترول، تبقى في ريتن ابروفلز تشوف ان في ريتن ابروفل لكل ترانزاكشن تمت ولا لا. الاوثرايزيشن ليفل تبقى انت عارف مين اللي مسؤول يعمل ابروفنج وهل هو ماشي طبقا للمخطط ولا مش ماشي وهكذا. دي كلها تعتبر هارد كنترول. لا الكنترول اكتيفيتيز يقدر يعملها الكاتيجوريز الخاصه بالانترنال كنترول. لا تاني حاجه في الانترنال كنترول او تاني كاتيجوري ان يبقى تبدا تشتغل على سوفت كنترول. حاجه مش ملموسه انفورمال هي مش رسميه. الاوبجكتيف هي او سبجكتيف هي مش موضوعيه. مش موضوعيه يعني ما تقدرش لما تقول انها اوكي ما تقدرش انها يعني تكون واثق من 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 الاشورنس بتاعك بنسبه 100%. زي ايه السوفت كنترول؟ زي انك تبدا تشتغل على الايثكس الاخلاقيات بتاعت المنظمه. ما فيش حد يضمن لك ان اخلاقيات سين من الناس ده 100%. او الفلسفه بتاع المانجمنت فلسفه الاداره انت يعني انت بتحاول تستنبطها من طريقه الاداره في التعامل مع الاحداث بس مش هي اللي يعني مفيش تاكيد بيها بشكل كبير جدا. الليفل اوف اندرستاندينج يعني مدى فهم الناس
النظام والرقابه وما فيش يعني. كل ده كل ده تعتبر امور ايه انفورمال، حاجه مش رسميه، وبرده في النهايه يعني الحكم فيها حكم يعتمد على الحكم الشخصي اكتر من وجود ادله عليه. تمام. اذا التولز اللي انا هحتاجها في الهارد كنترول هي ايه؟ هي عباره عن هارد تولز زي ان نعمل عمليه ايفالويتنج فلوت شارت، زي ان يكون في سيستم ناريتيفز بعض الملاحظات او الامور دي كلها عن النظام، زي ان يكون في تيستنج كاونتنج، كلها تعتبر ايه هارد تولز. وبالضروره ان السكيلز بتاعتها محتاجه ان يكون في هارد سكيلز، يعني حد عنده ان يكون عنده بروبلم ايدنتيفيكيشن هارد سكيلز، قادر تحدد المشكله وتعرفها، سولفينج سكيلز قادر تحل مهارات انك تحل المشكله، ديزيشن ميكنج سكيلز قادر تاخد قرار، ده كله في الايه في الهارد كنترول. السوفت كنترول كلها سوفت سكيلز سوفت تولز، في انها تعتمد على السيلف اسسمنت، البيبل سكيلز يعني مهارات التعامل مع الناس، انك تبدا تعمل موتيفيشن للناس، تقدر تحفزهم، تقدر تحرك الناس، تقدر انتربيرسونال سكيلز، تقدر يكون عندك علاقات مع التبادليه مع الاشخاص الاخرين، كل دي خاصه بالسوفت كنترول. تمام. طب لما نيجي نتكلم عن التستس اللي ممكن نعملها للانترنال كنترول، الانترنال اوتورز لما يحب يعمل تيست للانترنال كنترول هيعمل ايه؟ عنده ثلاث انواع من الاختبارات. الاختبار الاولاني بنسميه سامبلينج تيست، ومن اسمه بنجمع عينات، بنجمع عينات. الحاجه الثانيه بنسميها كومبلاينس تيست، ومن اسمه برضو هي بيتا مدى الالتزام بالريجوليشنز اند ايه اند لوز، اي كومبلاينس يعني في قوانين وفي لوائح وفي قواعد كلي خاصه بالكومبلاينس. اخر حاجه السبستنتيفز تيست اللي هي الاختبارات الجوهريه، وهنا مساله الاختبارات الجوهريه بتعتمد على ان يكون في تاكد بنسبه معينه ريزونبل اشورنس ان الفاينانشال ستيتمنتس فري من الايه من السيجنيفيكانت ميس ستيتمنتس، ما فيهاش اخطاء جوهريه كبيره، ما فيهاش اخطاء جوهريه كبيره. تمام. ده كده انواع الثلاث انواع من التست اللي ممكن نعملها انترنال كنترول، الكومبلاينس السبستنتيف والسامبلينج. السامبلينج ازاي نجمع العينات بقى، يعني طبعا ده يعني مبحث عريض ونتكلم فيه كتير، مش موضوعنا النهارده، لكن بشكل سريع كده احنا ممكن نجمع العينات. لو انت النهارده انترنال اورتر او حتى اكسترنال اورتر وعاوز تجمع العينات في اللي انت بتعمل الاختبارات بتاعتك، فانت عندك طريقتين. الطريقه الاوليه انها انك تعتمد على الكوانتيتيف ميثودز، ان انت تبدا تشوف حجم الترانزاكشنز الموجوده عندك. بعد اختبار مدى متانه الانترنال كنترول بتبدا عن طريق نظام معين، عن طريق ادوات معينه، عن طريق طرق معينه، طرق كميه، تبدا حاجه اسمها بنسميها statistical methods اللي هي الطرق الاحصائيه، تدور او تحاول تجمع العينات. فيبقى انت ماشي بتسلسل معين، تاخد رقم 1 100 200 كل رقم ترانزاكشنز، او هتبدا تاخد باشكال متغيره. المهم ان بيكون في انت ماشي على سيريال معين او ماشي على نظام معين، عن طريق النظام ده مين اللي حاطه طرق احصائيه، ده كده ايه بنسميه كوانتيتيف ميثودز او الستاتستيكال بيست. تاني حاجه الكواليتاتيف ميثودز او الجادجمنت، على بناء على الحدث تبدا تشوف وانت بتراجع القوائم الماليه او بتراجع حساب معين من حسابات الليدجرز بتاع الحساب معين، فيبقى في عندك حساب مسمع كده انت في رقم شايفه غريب، فيبقى ده اسمه ايه بيعتمد على الجادجمنت او الانتيوشن بيست، على الحدث بتاعك، مدى خبرتك وانت بتتعامل مع الارقام كمراجع في انك تقول ان في الحته دي فيها خلل، فتبدا تجيب الايه تبدا تجيب السامبلنج الخاصه بيه، تبدا تجيب السامبلنج الخاصه بيه. انا عندي نوعين في جامع السامبلنج، كوانتيتيف ميثودز وكواليتيف ايه ميثودز. بعد كده نتكلم عن الانترنال اوديت بلان. الطبيعي ان اي بلان في الدنيا هتحتاج انك قبل ما تعمل البلان انك تفهم الموضوع اللي انت هتعمل عليه الخطه، انت عايز ايه، ايه الهدف من الخطه. فاحنا لما نيجي نتكلم في الانترنال اوديت احنا اتكلمنا ان انت الهدف بتاعها ان انت محتاجين نشوف الافكتيفنس بتاع الانترنال كنترول، والافكتيفنس بتاع الانترنال كنترول هذا هدف الانترنال كنترول، يتاكد ان الشركه او المنظمه هتحقق اهدافها، ان مفيش مخاطر
يعني ممكن المنظمة توجهها تعوق إيه؟ تعوق المنظمة من تحقيق هدف. فيبقى احنا شغالين بنعمل internal audit plans لازم يكون عندنا risk based internal audit approach. يبقى انت بتحاول تشتغل على تقييم المخاطر وانت واحنا بنعمل internal audit plan. تقييم المخاطر بيعتمد على الايه؟ performance detailed risk assessment of audit auditable activities using risk factors. انا عندي مجموعة من عوامل المخاطر باخدها في الاعتبار وبناء على هذه العوامل ببدا اعمل ريسك اسيسمنت للاوديتيبل اكتيفيتيز الانشطه او الكومبوننتس اللي داخل المنظمه اللي ممكن تتعرض للايه للمخاطر زي ايه زي الكواليتي اوف انترنال كنترول سيستم اللي هو ده اهم حاجه موست امبورتنت فيه اللي هو الاكثر اهميه فيهم انك تبدا تشيك على ال الانترنال دي اللي هي الريسك فاكتورز الاوديتيبل اكتيفيتيز عن طريق الريسك فاكتورز. الريسك فاكتورز بتاعنا اللي هم الثلاث عناصر دول الانترنال كنترول سيستم ده الموست امبورتنت الكومبيتنس اوف مانجمنت كفاءه الاداره مهمه جدا واخر حاجه الانتجريتي اوف مانجمنت. يبقى انا ثلاث عوامل خاصه بالريسك فاكتورز وانا اللي انا بعمل على اساسه الريسك اسيسمنت بتاعي الانترنال كنترول ده كويس ولا مش كويس internal control system الكومبيتنس اوف مانجمنت كفاءه الاداره والانتجريتي اوف ايه اوف مانجمنت نزاهه الاداره. طيب ايه هي بقى الفاكتورز او الاوديتبل اكتيفيتيز اللي احنا ممكن ان احنا نشتغل عليها زي ممكن تكون البوليسي اند بروسيجرز تمام ممكن تكون الكوست سنترز بروفيت سنتر انفستمنت سنتر الجنرال ليدجر اكاونت الانفورميشن سيستم الميجر كونتراكتس اند بروجرامينج بروجرامز الاورجانيزيشنال يونتس ساتش از البرودكت اور سيرفيس لاين الفانكشنز الانفورميشن تكنولوجي البرشيسنج الماركتنج دي كلها تعتبر ايه تعتبر اللي هي الاكتيفيتيز اللي احنا نشتغل عليها ونبتدي نقيم المخاطر فيها تمام. طيب لما قيمنا المخاطر في بناء على الفاكتورز اللي هم الثلاث فاكتورز اللي معانا الانترنال الكوالتي اوف انترنال كنترول الكومبيتنس اوف مانجمنت والانتجريتي اوف مانجمنت فطبيعي ان انا كل اكتيفيتي هيبقى هيتتراوح المخاطر فيه ما بين هاي ما بين ميديوم ما بين لو ريسك. يبقى لو انا عندي هاي ريسك يعني معناها ايه معناها ان انت محتاج تعمل فريكوانسي اوريت شادوز وديسيرفينج هاي بريوريتي هيبقى ديت ايه هتحاول تبقى تعمل فوكس عليها وتحاول انك تشتغل عليها وتديها ايه شادوز كتيره في عمليه الانترنال اوديتنج وهيكون لها اولويه عاليه عندنا. لو ميديوم ريسك هيبقى نفس الكلام ميديوم اوديت شادوز وديسيرفينج ميديوم بريوريتي واخر حاجه اللي تبقى لو ريسك معناها ان لو فريكوانسي اوف اوديت شادوز وديسيرفينج لو ايه بريوريتي. مين اللي هيحدد الهاي فريكوانسي والميديوم فريكوانسي واللو فريكوانسي مين اللي هيحدد الهاي بريوريتي والميديوم بريوريتي واللو بريوريتي ده هيحددوا المانجمنت سينيور مانجمنت مع الانترنال ايه اوديت مانجمنت هما الاثنين اللي هيشتغلوا ويحددوا الفريكوانسي والايه والبريوريتي. لو حبينا بقى نتكلم عن الانترنال كنترول بريك داون السؤال اللي نسأله نفسنا هل مهما كان تصميم الانترنال كنترول عالي وعلى كفاءه عاليه هل ده يمنع ان يكون في بريك داونز في بعض العطل في بعض العيوب في بعض المشاكل ممكن تحصل له؟ طبيعي ان يعني مفيش يعني مهما كانت درجه كفاءته انه مش از نوت كيور فور ايه فور اول بروبلمز هو مش حل لكل المشاكل اكيد في مشاكل او في بعض البريك داونز اللي ممكن تحصل في الانترنال كنترول زي ايه زي ان يكون في فيلور اور ان ادوكانسيز فيلور يعني ان يكون في باد ديزاين للانترنال كنترول ان ممكن يكون هو تصميمه كويس بس ما بيحصلش ديفلوبمنت او امبلمنتيشن بشكل كويس ماشي او ان يتم تطبيقه بشكل خاطئ يعني يتم تطبيقه بشكل خاطئ يعني الموظفين ما عندهمش الكفاءه مش مدربين ما بيتمش عمل لهم عمليه يعني تحديث كفاءتهم وعمل لهم دورات تدريبيه بشكل منتظم فبالتالي يبقى ده كله بيؤدي الى ان الكنترول يكون ايه فيه ان ادوكانسيس ان يبقى غير كافي نوصل لمرحله ان ممكن يكون هو تم تصميمه كويس جدا بس نتيجه اللي حصل ان فيكس باندد للاورجانيزيشنز فما بقاش
الانترنال كنترول ما تعملوش ابجريد عشان يستوعب الايه الاكسبانشن اللي حاصل في المنظمه. وبالتالي انه بيبقى متقادم, يصبح متقادم ولا مش قادر يتماشى, dont fit to the current functions operations, مش قادر يتماشى مع الفانكشنز اوبريشنز اللي موجوده ايه حاليا. ده كده بالنسبه للايه للفيلرز والادجنسيز. طيب الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل في الانترنال كنترول بريك داون, ان ممكن يكون مانجمنت اوفر رايت. مانجمنت اوفر رايت ان يعني الشركه, احنا كنا في المانجمنت اوفر رايت قبل كده, ان المنظمه اداره المنظمه هتعمل حاجه اسمها اوفر رولينج او اوفر رايدنج, انها هتتخطى البولسز اند بروسيجرز عشان تحقق من اجل هدف غير قانوني. بنسميه ايه يعني هدف شخصي بالنسبه لها, وبيبقى متعمد intentional errors, بنسميها intentional errors او اخطاء متعمده. الهدف منها انها تحصل على personal gains, يبقى المنظمه تسعى الى personal gains. واحنا بنسمي العمليات بتاع المانجمنت اوف الرايت دي بيبقى الغرض منها illegitimate purpose. illegitimate purpose غرض غير قانوني, غرض غير قانوني, اما ان يكون intentional errors او بيبقى deliberate mis preparations for internal control. المهم ان يبقى حاجه متعمده الهدف منها انها تتجاوز البولسز بروسيجرز اللي تحقق اغراض ايه شخصي. ده المانجمنت اوف رايت. في حاجه ثانيه اسمها المانجمنت انترفينشن, ان عشان ما يحصلش خلط, وده ممكن تكون موضوع سؤال. المانجمنت انترفينشن هي ديبارشر فروم ايه بولسز بروسيجرز, انت بتحاول ان انت بتتعامل بعيدا عن البولسنت بروسيدجرز, بس الهدف هنا مش ليجيتيميت بيربوز او بيرسونال جينز. الهدف هنا تو ليجيتيميت بيربوز, هدف قانوني. ربما يكون البولسنت بروسيدجرز مش مغطيه, مش عامله كفرنج لكل الارياز اللي موجوده داخل المنظمه, وبالتالي بيكون دور المانجمنت وكفاءه المنظمه في انها بتتدخل من اجل انها يعني تعالج منطقه معينه البولسنت بروسيدجرز مش لا تغطيها. وبالتالي الهدف هنا بيبقى هدف ايه قانوني, ليجيتيميت بيربوز, ليجيتيميت بيربوز. عند الحاجه اللي بعد كده الكوليوجن اللي هو الايه الغش, يبقى فيه بعض التواطؤ, عفوا الكوليوجن التواطؤ, التواطؤ ما بين الامبلويز داخل المنظمه. تمام, بيبقى فيه تواطؤ ما بين الموظفين وبعضهم من ادارات مختلفه. المحاسب يتواطؤ مع المشتريات, المشتريات تتواطؤ مع المخازن, تواطؤ من نوع معين تحقق برضو بيرسونال جينز. او اللي يكون كولوجن بتوين ايه ها يبقى انسايدر انسايدر او اوتسايدر اوتسايدرز, ان يبقى تيجي بعض الموردين يتفقوا مع بعضهم في من اجل ان هم يعني يحدثوا خلل في المنظمه, او عميل خارجي مع مورد خارجي اللي انت بتجيب منه مثلا بتشتري منه سنسيتيف يعني بير بارتس مهمه جدا للشغل, وبالتالي بيبقى ده تواطؤ بين عميل وايه ومورد. فده برضو احد اخطاء الانترنال كنترول, احد اخطاء الانترنال كنترول, لان من الاساسيات انك ما تتعاملش مع مورد واحد بس, ما تبقاش حياتك في ايد غيرك, انت لازم يكون عندك اكتر من سبلاير, وبتبدا طول الوقت عامل علاقه كويسه مع السبلايرز, وبتحاول انك تبحث عن بدائل مختلفه. فأحد الانترنال كنترول بريك داونز ان يبقى في كولوجن من بره ما بين الاوتسايدر اند اوتسايدرز, او ان يكون انسايدر اوتسايدر ما بين الموظفين مع موردين. انت ممكن يكون مورد الراجل بتاع المشتريات يعمل تواطؤ مع مورد معين هيجيب له بضاعه جودتها قليله سعرها اعلى من غيرها, بس لانه غرابه مصلحه شخصيه من الموضوع. فيبقى ده كله تؤدي اسباب تؤدي الى الايه الى بريك داون اللي ممكن يحصل في الانترنال كنترول سيستم. ايه هي الريسكس بقى اللي ممكن تتعرض ليها المنظمه نتيجه ان الانترنال كنترول في بريك داونز او فيلر؟ اولا ان في دايركت ريليشن شيب بين ذا ريسك ليفل اند كنترول ليفل. بدايه كده ضروري ان احنا لازم نكون عارفين ان مهما لو كان لما نشتغل لما نعمل تيست الانترنال كنترول ولقينا ان في بريك داونز, لقينا في كولوجن, لقينا في overriding, لقينا في failure, لقينا في inadequacies,
فالطبيعي ان هيكون ده يعني ان في ريسك عالي، تمام؟ طب لما يبقى في ريسك عالي معناته ان انت هتزود الكنترول اكتيفيتيز، يبقى ايه؟ يبقى عالي الكنترول اكتيفيتيز بتاعنا، هيبقى عالي. طيب الريسك اسوشيتد ويز كنترول بريك داونز انكلود، ايه اللي ممكن تتضمنه؟ ممكن تتضمنه لوس اوف دامج اور فيزيكال اسيتس، يعني يبقى فيها نخسر الاصول اللي هي الثابته، هيبقى في الفاينانشال اسيتس، هنخسر خساره للفاينانشال اسيتس، تمام؟ زي ان يبقى فيه كاش اتسرق، تشيكات، بونس، ستوكس اللي هو الاسهم، لوس اوف انتلكتوال بروبرتي اللي هي حقوق الملكيه، ان يبقى انت عندك براءات اختراع، كوبرايتس، عندك تريد ماركس، تريد سيكريتس اند بيتنتس، كل دي الامور ممكن تتسرق. اللوس اوف داتا، البيانات نفسها عن طريق هاكرز يخترق النظام السيستم، عن طريق disgruntled employees، loss of damage to human assets. طيب عندنا كمان حاجة، بعض المخاطر اللي بتخص ال internal function. احنا تعرفنا على ال internal control risks وال breakdowns، ايه هي بقى المخاطر اللي بتحط بال internal audit function نفسها؟ انا عندي ثلاث مخاطر رئيسية. النوع الاول audit failure، ان هو يحصل بيجي من نتيجه فشل المراجعه الداخليه نفسها، الانتن اوريج نفسه يحصل فيه عمليه فشل او انه ما يقدرش يقوم بالمهمه بتاعته، وده بيكون نتيجه قصور من الانتن اوتر نفسه، او انه يكون سببه الايه، الاداره اللي هي اداره الشركه او سايد اللي هي الشركه اللي احنا بنراجع عليها. regardless of the source of failure، يعني انا ما يهمنيش خالص مين السبب في الفشل، لكن في النهايه يظل المسؤول عن الفشل او عدم قدره نظام المراجعه الداخليه على القيام بمهامه، اللوم والريسبونسابيلتي بيقع على عاتق الايه، الانترنال اوديت، بيقع على عاتق الانترنال ايه، تمام. الفاكتورز كونتريبيوتينج تو اوديت فيلرز اولسو ليد تو مانجمنت جابس، كوميونيكيشن جابس، اند كومبتنسي جابس. احنا قلنا النهاردة ان من قد يكون سبب المشكلة هو الـ ODT side او الـ ايه، الـ internal auditor نفسه. في النهاية لو هو الـ ODT side، يبقى انا عندي هنا جانب في الـ competency، الكفاءة بتاع الادارة، في الـ management الادارة نفسها، وفي الـ communications gap، في جاب في عملية الاتصال ما بين الادارة والـ ايه، باقي الاقسام وباقي الاقسام. طب زي ايه الفاكتورز؟ يعني ايه بقى الاوديت فيلور دي؟ يعني ان انت النهارده كان راجل انترنال اوديتورز ما تقدرش تكتشف العيوب اللي في اللي موجوده في الانترنال كنترول، ده قد يكون احد شكل من اشكال الانترنال اوديت فيلور. قد يكون في عدم توفر الانترنال اوديت، يا احد الوظائف اللي بتحتاج ناس عندها كفاءات عاليه، والكفاءات العاليه دي مكلفه، فقد يكون لا، يعني في بنسميها لاك اوف ايه، اوف افيلابيليتي اوف كواليفايد اوديت ستاف ديو تو انكريز ذا كومبنسيشن كوستس اند هاي ديماند فور سبيشاليزد اوديت ستاف. الناس دي بتاخد فلوس كتيره مكلفه على الشركه، فالشركه تقول خلاص احنا مش هنجيب، يعني بلاش نجيب الوظيفه بتاع الانترنال اوديت نفسها، ممكن ان احنا ايه، نجيب حد على قده، ما نجيبش حد يكون ايه، متخصص فيها بشكل كبير. فده برضو احد شكل من اشكالها، يؤدي في النهايه الى وجود فيلر في العمليه الانترنال اوديت. برضو نوت فولوينج ان انستيتيوت اوف ايه ستاندردز اوف الانترنال اوديت ايه انستيتيوت، اللي هو المعايير اللي نظمها ووضعها معهد المراجعين الداخليين. ممكن يكون في عدم وجود quality assurance and improvement programs. احنا قلنا ان ضروري جدا ان يكون عندك طول الوقت في quality assurance، حاجة تضمن quality، وكمان حاجة ان بيبقى في improvement programs اللي هي في عمليات تطوير وتحسين للانترنال بشكل مستمر. مهم جدا ان انت تكون واثق ان في اندبندنس واوبجكتيفيتي،
في استقلاليه وموضوعيه في اداء المهمه. لازم يكون عامل ريسك مانجمنت. احنا قلنا ان كده في النهايه خالص انت الاوديت بلان بيعتمد على ريسك بيزد مانجمنت، فانت لازم تكون عامل ريسك اسسمنت او ريسك مانجمنت بشكل كويس جدا. ممكن تكون الانترنال اوديت كمان احد مشاكل تؤدي الى الفيلر، ان انت ما تقدرش تقوم بالاوديت ايه بالرايت اوديت، وانك بتضيع وقتك في بعض المراجعات اللي لن تفيدك في انك تقدر تكون راي عن الانترنال ايه عن المنظمه عن الاورجانيزيشن. عدم القدره على تصميم برنامج فعال، برنامج اوديت فعال. عدم القدره انك تعمل تقييم للادوكيسي و الافكتيفنس للانترنال كنترول. انت كمان ما بتقدرش انك توصل المشكله للطرف المناسب. دي كلها احد اشكال من اشكال اوديت ايه فيلر. طيب ايه هي الاجراءات اللي احنا ناخدها عشان خاطر نتجنب الاوديت فيلر، نتجنب كل ده، ان ما يحصلش ان 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 انك إن في النهايه لما تقول انت عندك اوديت انترنال اوديت فانكشنز تقوم بمهامها بشكل صحيح. اول حاجه واهم حاجه انك لازم يكون عندك كواليتي اشورنس، كواليتي اشورنس امبروفمنت بروجرام. طول الوقت بتعمل تبقى انت عندك كواليتي كرايتيريا، معايير لجوده النظام. طول الوقت بتحاول توصل للكرايتيريا دي، طول الوقت بتحاول تحسن النظام. يبقى دي اول مرحله. الحاجه الثانيه يبقى في حاجه اسمها بيريوديكال ايه، بيريوديكال ريفيو و ذا اوديت يونيفرس وديزاين اند ايه ميثودولوجي. بشكل مستمر تعمل مراجعه ل الاوديت يونيفرس، الهيكل بتاع الانترنال اوديت نفسه، التصميم، المنهجيه اللي مش شغالين عليها. مش بس كده، احنا عايزين نعمل الاوديت بلان كمان اللي هي خطه المراجعه بشكل كامل بشكل عام. يعني خطه المراجعه بشكل عام تعمل لها بيريوديكالي ريفيو. انت محتاج للكرنت بلان نفسه تعمل له اسس ويتش اوديت اساينمنتس نيد تو بي فلاجد as high risks، وتراجع الخطه الحاليه بتاعه الانترنال عشان تحدد المشاكل او الامور اللي فيها خلل ومحتاج انك تركز عليها تعمل فوكس عليها. واخر حاجه انك لازم تعمل افكتيف ايه استابليش افكتيف مانجمنت ريفيو، مانجمنت ريفيو في اوديت فايندنجز اند اسكليشن. يعني انت النهارده لازم انت عندك تعمل مراجعه وتتبع للفايندنجز والريكومنديشنز، ولو ده ما حصلش لقيت ان مفيش في عدم اتباع للفايندنجز والريكومنديشنز بتاعتك، يبقى انت النتيجه بتاعتك ايه، لازم في اسكليشن بروسيس فور نون كومبلاينس وذ اوديت ريكومنديشنز اور سجشنز. يبقى انت لازم في عمليه تصعيد، تشوف المستوى الاعلى. الراجل اللي هيبتدي لو المانجمنت ما في نون كومبلاينس، يبقى لازم تدخل وترفع الموضوع لل البورد اوف دايركتورز، البورد اوف دايركتورز. دي اول مشكله ممكن تواجه الانترنال اوديت فانكشنز اللي هي الاوديت فيلر. طيب ايه هي المشكله الثانيه؟ الفولس اشورنس. يعني ايه الفولس اشورنس؟ يعني انت كمراجع داخلي بتقول تاكيد كده ان النهارده الشركه فيها نظام مراجعه داخليه وبتدي تاكيد ان الامور ماشيه زي الفل. بنسميه ايه الفولس اشورنس؟ از ا ليفل اوف كونفيدنس اور اشورنس بيزد اون بيرسبشنز اور اسامبشن رادر ذان افكتس. انت النهارده لما تيجي تصدر قرار او تاكيد حول المنظمه والانترنال كنترول بتاعها والاكشنز والبرفورمانس، بيبقى معتمد على تقديرات وعلى افتراضات مش فاكتس موجوده. طيب ايه هي البراكتس اللي احنا نشتغل عليها عشان نعالج المشكله دي؟ قال لي اول حاجه برضو، اول حاجه انك لازم يكون في برو اكتيفلي كوميونيكيشنز. ايه ذا رول اوف اند مانديت؟ هنا في مشكله، المشكله في الفرصه اشورنس ان يكون في خلل، الناس مش فاهمه طبيعه عمليه الايه الانترنال اوديت، وبالتالي لازم يبقى برو اكتيفلي كوميونيكيت ذا رول اند مانديت اوف انترنال اوديت تو اوديت كوميتي سينيور مانجمنت اند اذر كي ستيك هولدرز، ريديوس كوميونيكيشنز جاب. احنا قلنا ان سبب الفيلر، ان سبب المشاكل كلها قد يؤدي ان يكون في عندك كوميونيكيشن جاب، قد يكون في كومبتنسي جاب، وقد يكون في مانجمنت جابس. فلما يبقى انت النهارده برو اكتيفلي كوميونيكيت بتقول للناس كلها يا اخوانا انا دوري سواء الاوديت كوميتي السينيور مانجمنت
الناس المهم اصحاب المصالح في الشركه، انا دور المراجعه الداخليه اهو 1 2 3، النطاق بتاعها 1 2 3، يبقى كله عارف الدور والايه والنطاق. تمام. طب لما تقول دورها تقول بقى هي ايه اللي هيتغطى فيه الانترنال اوتو وايه اللي مش هيتغطى. كل كليرلي كوميونيكيت وات از كفرد اند وات از نوت كفرد ان ذا ريسك اسيسمنت. عمليه اللي انت بتعمل اختبار للمخاطر او تقييم للمخاطر لازم الناس عارفه انت هتقيم ايه، محدش يزعل، محدش يبقى عنده اعتراض، محدش يعيق شغلك. انترنال اوت بلان اند انترنال اوت ايه انجيجمنت في حياتك. يبقى انت لما تيجي تقول انا هعمل ريسك اسيسمنت، يبقى ايه اللي هيتغطى وايه اللي مش هيتغطى، اللي ما ينفعش انا اعمله ريسك اسيسمنت، وايه اللي هينفع ان يقع في نطاق الانترنال اوت. البلان نفسه، الخطه نفسها، ايه هو نطاقها، والانجيجمنت مش بس الخطه الكليه، ده انت لما تمسك حاجه معينه ايه يبقى برضو دورك فيها كانترنال اوت، جانب معين، سايد معين داخل الشركه يبقى دورك فيه. تمام. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا ناخدها ان انت برضو بقى فيه هاف بروجكت اكسبتنس، مهمه جدا يا جماعه انك تبقى تاخد قبول الناس، توافق موافقه على عمليه المراجعه الداخليه، وانك هتؤسس ذا ليفل اوف ريسك ريليتد تو ايتش بروجكت. كل مشروع او كل عمليه مستقله داخل الشركه تعمل لها انترنال ريسك اسيسمنت، فيبقى انت واخد من الاول كده موافقه مسبقه من القائمين على هذا البروجكت داخل المنظمه انك يا اخوانا انت في ليفل عندك هتشتغل فيه لتعمل ريسك اسيسمنت للايتش بروجكت، وتعرفهم دور المراجعه الداخليه داخل كل ايه مشروع. انا بشكل عام بعمل كوميونيكيشن للرول بتاع الانترنال اوت داخل المنظمه. المرحله الثانيه ان انا بقول ايه يا جماعه اللي بيغطى في الانترنال اوت بتاعي، وبعد كده انا بمسك الايه كل بروجكتس لو هي اكتر من بروجكتس او في بعض الاساينمنتس المعينه، ببدا برضو اقول يا اخواننا دوري انا في ريسك اسيسمنت بتعمل ازاي، ايه النطاق اللي هشتغل عليه، ايه دور الاوت بلان. يبقى كده ده فرصه اشورنس والاجراءات اللي احنا ممكن ناخدها عشان نعالج الفرصه اشورنس. بعض برضو ريسك تاني ممكن يواجه الانترنال اوت هو الريسك اوف ايه اوف ريبيتيشنز. ده متعلق بالكفاءات، بكفاءات الناس اللي هتشتغل في الانترنال اوت. يبقى انت عندك ناس مش على كفاءه عاليه فبالتالي تسيء للمهنه، بيهدد الايه الريبيتيشنز اند ذا براند اوف ذا انترنال اوت اكتيفيتي، بيهدد سمعه الايه المهنه نفسها. لما نيجي بقى نحاول نعالج مشكله ان يبقى في كفاءات بتسيء مش بس للمنظمه. يعني انت ممكن هو احنا قلنا لو انت واحد مش كفء وهيشتغل في الانترنال اوديت فده يؤدي لاوديت فيلر، صح؟ طب لما يبقى اوديت فيلر يعني المنظمه نفسها هتفشل، هيبقى في خلل انك مش قادر تكشف المشاكل. طب وده بالضروره هينعكس يؤدي للمشكله الاخيره اللي هو لوس اوف ريبيتيشنز، ان يبقى سمعه الانترنال اوديت نفسه بقى في السوق. يا اخوانا طب ما احنا شركه، ما احنا معين انترنال اوديتور اهو وبرده ما اكتشفش المشاكل، فاصبح ان السمعه او البراند بتاع الانترنال اوديت نفسه معدل. طب عشان نعالج المشاكل دي او نعالج الخطر ده برده نفس الفكره، ان انت لازم هتعمل كواليتي اشورنس اند امبروفمنت بروجرام. تعالى درب الناس الانترنال اوديتورز، ابدا اعمل لهم برامج تدريبيه، ابدا ارفع ايه مهارتهم. تمام. ابدا اختار الناس الانترنال اوديتورز الصح، اعمل هايرنج للناس اللي هي مؤهله وخبره عاليه وما الى ذلك. تمام. يبقى انت دي اول حاجه كواليتي اشورنس بروجرام. تاني حاجه تعمل ريسك اسيسمنت للناس نفسها، ايه المخاطر اللي ممكن تحيط بالانترنال اوديت نفسها بالناس اللي شغاله. يبقى انت بتعمل ريسك اسيسمنت بريوديكالي. ايه ريسك اسيسمنت؟ طب الناس اللي شغاله ديت اساسا شغاله على حاجه اسمها ايه؟ ايه اللي احنا قلنا ان المهنه نفسها اسمها ستاف ايه فانكشن، مهنه تتعلق بالستاف. طب الستاف فانكشنز دي بيتعامل مع ايه؟ احنا مع مجموعه من الستاندرز، مجموعه من الكود اوف كوندكت اللي هو معيار الاخلاق، الايثيكال بيهيفير ستاندرز. فيبقى انت طول الوقت تعمل عمليه ايه تنقيح، رينفورس كود اوف كوندكت الخاص بالتطبيق والسلوك والايثيكال بيهيفير، وكمان الكود الخاص بالمعايير الخاصه بايه بالانستيتيوت اوف انترنال اوديتورز. في النهايه خالص بنتاكد ان الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها بتبقى فيها عمليه
compliance with all applicable company policies and procedures. مش احنا قلنا ان الـ internal audit هو مهمته ان يبدا يشوف الناس ماشيه على الـ على البوليس اند بروسيجر ولا لا؟ تمام. طب هو كمان لازم يكون عنده بيتفولو ذي بيعمل فولوينج او بيتبع بيلتزم بالبوليس اند بروسيجرز دي. فبدي كده الثلاث مخاطر اللي الشركه ممكن تواجهها: الاوديت فيلر، الفولس اشورنس، واللوس اوف اي اوف ريبيتيشنز. طب لو حبينا نتعرف بشكل كامل او بشكل عام عن الاستراتيجيات اللي احنا ممكن نستخدمها بحيث ان انا اقلل الريسكس، احنا قلنا ان انا عندي كل مخاطر من المخاطر اللي موجوده، اللي سواء كانت الانترنال فيلور او الفولس اشورنس او ريبيتيشنز اللي هي لوس اوف ريبيتيشن، في مجموعه من الاجراءات اللي انا باخدها عشان اقدر ان انا اخفف او اعالج المشاكل دي. لكن بشكل عام انا المفروض ان انا اكون طول الوقت عامل استراتيجيه او في بعض الكونسبتس ان انا بطبقها في الشركه بحيث ان انا اخفف او يعني امنع هذه المخاطر بشكل كبير. اول حاجه عندي حاجه اسمها لاين اوف ديفنس ميكانيزم. لاين اوف ديفنس يعني تشيرف اكاونتبيليتي، تبدا تعمل خطوط، الخط الاول اللي هواجه المشكله، الخط الثاني، الخط الثالث، بحيث ان انت تبقى عندك يعني مجموعه خطوط كده. الخط الاولاني هو اللي بيشيل الصدمه الكبيره، يجي لو ده فشل يبدا يدخل الخط اللي بعديه، لو ده فشل يبدا يدخل الخط اللي بعديه، وهكذا وهكذا. تمام. النوع الثاني اللي بنسميه الديفنس ان ديبث. يعني ايه الديفنس ان ديبث؟ يعني انت لما تيجي تمسك تراجع على ديبارتمنت معانا بتحاول يعني بنبني عليه ايه ديجينج ديبر، تحفر بعمق داخل المنظمه لحد ما توصل الى اعمق مكان في المنظمه وتوصل لكل يعني اتش كورنر فيها او يعني اتش سمول بيت فيها، بحيث ان انت تقدر تتعرف على اسباب الخلل وتبدا تحصل على الهاي كواليتي اوديت ايفيدنس. ده بالنسبه للديفنس ان ديبث. في نوع تاني اللي هو الديفنس ان بريث ميكانيزم، وده انه بيبدا بالنسبه للديبث فيرتيكال، بتبتدي تدخل جوه المنظمه وتتعمق فيها وتبحث وتدور على كل الايفيدنس اللي ممكن تحصل عليها اللي تفيدك في عمليه الانترنال كنترول. الديفنس ان بريث ده هوريزونتال افقي، وتبدا انت بتراجع الريليتد ديبارتمنتس اللي لها علاقه بالمنظمه اللي انت عفوا بالديفيجن او ديبارتمنت انت بتراجع عليه، بحيث ان انت برضو تحصل على هاي كواليتي ايفيدنس. نوعين تانيين خاصين بالتكنولوجيا والتايم ميكانيزم. تكنولوجي ميكانيزم ديفنس ان تكنولوجي، انك تحاول تحصل على اعلى درجه من التكنولوجي، ما يبقاش كل شغلك بس على حاجات متقدمه مش هتفيدك في عمليه الايه المراجعه. يبقى انت بتحصل على effective information technology بدل من instead of absolute and ineffective information technology. defensive mechanism ان time mechanism، انت النهاردة ممكن تكون شغال في شركة مالتي ناشونال، تعمل internal control في شركة مالتي ناشونال، ففرق التوقيت ما بين فروع في دول مختلفة بيؤدي هنا في فرق المعالجات في النظام، بيؤدي لوجود بعض الثغرات اللي ممكن تستغل بواسطة الايه الهاكرز. فانت لازم وانت بتعمل الانترنال اوريت بتاعك ان انت في سينكرونايزنج، في تزامن، عمليه مزامنه ما بين كل الديفرنت تايم ايه زونز، بحيث ان انت تبقى عامل كنترول بشكل مظبوط. لو في اي مشاكل تبدا تحلها وتمنع الهاكرز من يستغلوا اي ثغره في النظام. تمام. بس في نقطه اقولها في الديفنس في اللي هي اول واحده اللاين اوف ديفنس، لان دي ممكن يجي عليها سؤال برضه، يعني هي موضوع السؤال. لما بنيجي نعمل اللاين اوف ديفنس اللي هي خطوط المسؤوليه او خطوط الدفاعيه، فاي منظمه في الدنيا الخط الدفاعي الاول هو الايه؟ هو البورد اوف دايركتورز، ولان هو بيحط وفي نفس الوقت هو عنده الالتيميت ايه؟ اكاونتبيلتي، هو المسؤول بمسؤوليه لا نهائيه عن انه يمنع اي ريسكس للانترنال.
اي ريسكس هو اللي بيحط الفريم وورك بتاع الانترنال اوديت، هو اللي بيحط البروسيس، هو اللي بيحط البروسيجرز. فلازم يكون حريص ان الوظيفه يتم تاديتها بشكل ايه سليم. لو دخلنا في السكند اللاين اوف ديفنس هيبقى الاكزيكيوتيفز المانجمنت سينيور مانجمنت نفسها سينيور مانجمنت. لو الثيرد لاين هيبقى الفانكشنال ايه ديبارتمنتس الاكاونتنج ديبارتمنت البرودكشنز البرشيسنج، دي كلها تعتبر خط دفاع ثالث. الاولين ده والمسؤوليه النهائيه في البورد دايركتورز. طيب اخر لاين اوف ديفنس هو الانترنال اوديت. الانترنال اوديتورز هو مش مسؤوليته انه يمنع الخطر، لان هو هو بيراجع على شغل البورد اوف دايركتورز على الاكزيكيوتيفز على الفانكشنال ارياز او مانجمنت، تمام. لكن هو مهمته دوره زي ما احنا قلنا ان يبدا يعمل بيعمل سبوتات، بيبدا ليه فايندنجز ليه ريكومنديشنز، لازم يتتبع الموضوع ويشوف ان 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 هو ان الناس بتاخد بالريبورتس بتاعته بحيث انها تعالج المشاكل الموجوده في الايه في الشركه. هو مش مسؤول عن الريسك از نوت ايه، عشان بس مهمه جدا الاوديتور از نوت ريسبونسبل فور ايه فور ايه فور ريسكس. الريسبونسبيلتي على المانجرز على اللاين مانجرز على البورد اوف دايركتور بشكل كامل. اللاين اللاست لاين اوف ديفنس اللي هو الانترنال اوديت ده في اللي هو الانترنال اوديت في بالنسبه للشركه مكلف هاي كوست، تمام. ليس افكتيف مش الفعاليه المفروض تبدا من الاول. احنا قلنا ان ده مهم جدا ان انت تبرو اكتنج rather than reacting، انت تكون فعال في الاول بدل ما تستنى وتحاول تصلح الاخطاء والمشاكل اللي بتحصل بعدين. هيبقى مكلفه في انك تصلح خطا، مش فعال انك تصلح خطا. يعني هو انك تصلح خطا كويس بس 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 لا طب ما نتجنبه من البدايه، تمام. less effective high costly، وزي ما قلنا ان هو الاتشيفز ريزلت بتاعته بتبقى برضه في النهايه مش هي اللي احنا تطمح عليها الشركه لو هي حابه تكون شركه ناجحه وتحقق هدفها. نتعرف بعد كده على الانترنال اوديت تايبس اند اوبجكتيفز، انواع الانترنال اوديت واهدافها. انا عندي في الاول خالص واحنا بنتكلم في التوبيك ده فقلنا ان انا عندي الوظيفه بتاعه الانترنال اوديت بتتمحور حول وظيفتين، اما انها تكون اشورنس فانكشن او تكون كونسلتنج فانكشن. اشورنس يعني تاكيد، خدمات تاكيديه تتاكد ان انت بتؤدي المهام بتاعتك بشكل مظبوط، بتتاكد ان في ريليابيلتي في الفاينانشال انفورميشن فاينانشال ستيتمنتس، بتتاكد ان الانترنال كنترول سيستم بيؤدي وظائفه بشكل فعال. يبقى دي اشورنس فانكشن. والوظيفه الثانيه اللي هي كونسلتنج فانكشنز اللي هي خدمات استشاريه، بتبدا بعض الاماكن كده في داخل المنظمه تستعين بيها بايه الاداره، تستعين اداره بالانترنال اوديتورز عشان تساعدها فيها، تمام. الاشورنس سيرفيس فيها ثلاث اطراف. الطرف الاولاني الانترنال اوديتورز، تمام. الطرف الثاني الاوديتي اللي هي الشركه الشيء المنظمه للانترنال اوديتورز بيشتغل عليه. الطرف الثالث الايه اليوزرز المستخدمين الفيندرز اصحاب المصالح اللي هو عايز يتاكد ان الامور ماشيه سليم. بالنسبه للكونسلتنت سيرفيس هي علاقه ما بين طرفين، ما بين الاداره كمانجمنت وما بين انترنال كنترول. المانجمنت بتروح تقول للراجل انترنال كنترول معلش انا عندي في مشاكل في الهيومن ريسورس بروسيسنج بروسيجرز، فتيجي تعالى ساعدني فيه، تعالى ابدا. بيكون الراجل مثلا انترنال ده متخصص في الهيومن ريسورسز، فبيبدا يساعدها يدي خدمات استشاريه للاداره في هذا الموضوع، تمام. الاشورنس سيرفيس مسؤوليه بيبقى الراجل بيراجع وحاطط في دماغه ان اي خلل موجود مسؤوليه الاداره. اما في الكونسلتنج سيرفيس هو بيشغل وهو هدفه يساعد الاداره، مش يكتشف اخطاء الاداره، مش ان هو يبقى حاطط في دماغه ان فيه
بروفيشنال سكبتسيزم اللي هو الشك المهني في الاداره، لا هو بيدي خدمات استشاريه. طيب الاشورنس سيرفيس بيتمحور ليه ثلاث اشياء، ثلاث اشكال. الشكل الاولاني ان هو يبقى كومبلاينس اوديت، وقلنا كومبلاينس اوديت يعني ايه؟ يعني هيبدا يراجع البوليسز اند بروسيدجرز، اللوز والريجوليشنز، كل الامور، الجفرنمنتال لوز، الجايد لاينز، السيركولرز، الدايركتيفز، كل الامور اللي خاصه بالتنظيم والقواعد، وكل ده بيراجع عليه يعمل لها عمليه اشورنس، وبتشوف ان الشركه تتماشى معاها ولا لا. مش بس البوليسز اند بروسيدجرز، الكونتراكتس، العقود ومع مع السبلايرز مع الثيرد بارتيز، تمام. هل انت قادر توفيها؟ يعني قادر، عندك قادر تلتزم بيها وعندك القدره على الوفاء بالمواد اللي فيها ده؟ لا تمام. يبقى كده ده بالنسبه لايه؟ دي الكومبلاينس. الاوبريشنال اوديت خاص بالايه؟ بعمليه العمليات نفسها داخل المنظمه. واخر حاجه الفاينانشال اوديت اللي هي تراجع القوائم الماليه. احنا قلنا ان الاوبريشن هنا بالنسبه للكومبلاينس قلنا ان هو مدى التزامها مع القواعد والايه والستاندرز والبروسيدجر بروسيجر. الهدف هنا is to provide reasonable assurance about organization ability to conform and to adhere to policies, procedures, laws, regulations, contracts and other imposed requirements. ده الهدف الاساسي بتاع الكومبلاينس. ايه الاوبريشنال اوديت؟ بيبدا يشوف مدى قدره الشركه على انها تستخدم السورسز بتاعتها بشكل ايه، ايكونومي يوتيلايزنج اوف ريسورسز، المصادر بتاعتها بيتم استخدامها بشكل ايه، اقتصادي وبشكل فعال. زي ايه؟ زي ان يبدا يعمل ماركتنج اند اوديت ايه، اند سيلز اوديتنج. زي يبقى يشتغل على الكواليتي اوديتس، اوديتس الانفيرمنتال اوديتس، الانفورميشن سيستم اوديتس، بيشتغل على كل الايه الامور الخاصه بالعمليات التصنيعيه والهيومن ريسورس، البرودكشنز، السبلاي تشين، الكاستمر سيرفيس، كل دي بيشتغل عليها في الاوبريشنال اوديتس. وزي ما احنا قلنا الاوديت هنا الاوبجكتيف بتاعه انشور افكتيفنس افيشينس efficient and economical utilization of an organization a resource. ده بالنسبه للاوبريشنال اوديت. الفاينانشال القوائم الماليه، الترانزاكشنز اللي بتتم داخل الشركه. طب القوائم الماليه عشان نحصل على reliability of financial statements لازم نكون واثقين ان الترانزاكشنز بيتم تنفيذها بشكل سليم. لازم تكون كل عمليه authorized, recorded, classified and valued. يبقى انت كل عمليه تم قبل ما تعملها تكون متوافق عليها وتسجلت وتصنفت وقيمت. لازم تكون بوست تو جورنالز للقوائم القيود اليوميه والليدجرز الاستاذ والبوكس، وتحمل لها عمليه دوكيومنتيشن في الدفاتر، تمام. والسبسيدري هي ريكونز. واخر حاجه ريكونسايلد، تم عمليه مطابقه ومراجعه سمرايزد، وتم يعني اختصارها وتقييمها وتقديمها بشكل ايه ريبورت تقني، تمام. ده كله خاص بالعمليه الفاينانشال اوديت. الكونسلتنج سيرفيس قلنا هي خدمات استشاريه، وهي بنسميها في بعض الاحيان مانجمنت اوديت، اللي بتراجع بناء على طلب الايه المانجمنت، بناء على طلب المانجمنت. الأبجكتيف هنا improve an organization's governance, risk management and control processes without assuming management responsibility. يبقى انت انت عايز تحل تعمل improvement للorganization risk governance، الحوكمة الخاصة بالمنظمة، وتزود تعمل improvement للrisk management والcontrol processes من غير ما نحط في دماغنا ان الشركة ان الإدارة هي مسؤولة عن اي خلل. احنا قلنا هنا الفكرة ان مين اللي يساعد، مش المانجمنت ريسبونسبل، ده انت تو اسيست مانجمنت. هنا انت دورك هنا كمراجع داخلي انك تعمل اسيستنت للمانجمنت في تحقيق اهداف الايه المنظمه. طيب انا طبعا احنا بنتكلم قلنا ان انا ضروري ان انا بعمل ايفيدنس، بجمع ايفيدنس لما اتكلمنا، وقلنا ان انا الايفيدنس ممكن يتم جمعها بشكل بناء على كوانتيتيف ميثودز او بناء على كواليتيف ايه ميثودز.
وضروري الايفيدنس عشان يساعد المراجع الداخلي انه تعمل سبورت للايه للفايندكس اند ريكومنديشنز اللي الاستنتاجات بتاعتك والتوصيات. صح. طيب انا عندي كم نوع من الايفيدنس. عندي فيزيكال ايفيدنس بيبر تمام, او عندي ديجيتال فورم اللي هو عباره عن الكترونيك, اما يبقى انت معاك هارد كوبي كدليل او اللي يبقى فيه على النظام ديجيتال ايه فورم. ده بالنسبه للفورمز اللي خاصه بالايفيدنس. التايبس اوف ايفيدنس الانواع اللي هي عندي برايمري ايفيدنس دايركت, ده اللي بيجيبه مين المراجع, ده اللي بيحصل عليه المراجع بنفسه. سكندري ايفيدنس الهيرساي اللي هو ممكن يكون خده من طرف تاني داخل المنظمه بناء على يعني اداره مانجمنت البورد دايركتور, ده بيبقى سكندري ايفيدنس بدرجه انه يعتمد عليه, يعتمد على بعض السيركمستانس اللي هو شايفها داخل الايه المنظمه. سيركمستانشال ايفيدنس بعض الدلائل كده وانت شغال بتوحي لك ان في مشكله نتيجه تصرف بعض الموظفين, نتيجه تعامل بعض العلاقات اللي انت شايفها كده فيها خلل, فده بنسميه ظروف تؤدي الى انك تعتبر ده دليل يتم الايه الاعتماد عليه وتبدا تتبعه لانه ممكن تحصل عليه عن طريقه على وجود خلل داخل المنظمه. analytical evidence ده بيعتمد على العمليات النسب الريشيوز الفاينانشال ريشيوز اللي هي ايه تبدا تحلل القوائم الماليه مثلا فتبدا تستنتج منها بعض الامور اللي انت برضه تعتمد عليها في عمليه الايه المراجعه بتاعتك. evidence should meet three standards مهمه جدا. ايه هي الستاندرز او المعايير اللي المفروض الايفيدنس تبدا تكون تلتزم بيها؟ اول حاجه كومبيتنس او ريليبل. اي طيب اول حاجه نخليها السفيشنسي, يعني ايه الكفايه, يعني ايه الكفايه؟ الكفايه مش في العدد, الكفايه انها تكون كافيه انك تاخد منها راي تبني عليها راي, يعني convincing based on facts دي معناها الكفايه هنا تكون هي انت مجموعه الايفيدنس اللي انت جمعتها حوالين المنظمه دي هي كافيه ان تعطي كافيه انها تعطيك صوره او فكره او تبني عليها قرار, يبقى دي بالنسبه للسفيشنسي. تاني حاجه كومبيتنسي تكون كفاءه ريليبل, يعني فعلا المجموعه التقارير الماليه المجموعه الايفيدنس اللي انت جمعتها حوالين المنظمه هي بتتمتع بالكفاءه المهنيه لها علاقه بالموضوع اللي انت بتشتغل عليه. وريليفنس لوجيكال انها تكون منطقيه ما تكونش حاجه خارج السياق. يبقى انا عندي ثلاث ستاندرز المفروض ان اي معايير وانت بتجمع اي ايفيدنس وانت بتجمعها تمشي عليه. سفيشنسي قلنا انها تكون كافيه مقنعه انك تاخد راي. كومبتنسي او ريليبل يعني تكون لها يمكن الاعتماد عليها, يمكن الاعتماد عليها يعني تتمتع بالكفاءه المهنيه هذه الايفيدنس. والريليفنس تكون لها علاقه بالموضوع نفسه اللي انت بتشتغل عليه. لو اتكلمنا عن إدارة الـ internal management of the internal auditing department, أنا عندي واحد اسمه الـ CAE. الـ CAE اسمه إيه؟ الـ Chief Audit Executives. ده المسؤول عن إنه يدير عملية الـ إيه؟ هو مسؤول عن الـ internal audit department. بس قبل ما يكون في الـ Chief Audit Executives في عندي حاجة اسمها الـ internal audit charter. الهيكل أو الشكل العام بتاع الـ internal audit. The formal and permanent aid document that defines the internal audit activities, purposes, authority and responsibility. تحدد نشاط الـ internal audit الغرض منها الـ authority السلطة بتاعتها و responsibility. ده بالنسبة للـ internal audit aid chart. تمام؟ بيجي عند احنا قلنا ان هيكون من ضمن على راس الانترنال اوريت فانكشن نفسها يبقى واحد اسمه الانترنال الشيف اوريت ايه اكزيكيوتيفز. هو ده مسؤول عن البريوديكالي اسيسنج وذر ذا انترنال اوريت اكتيفيتيز بيربوز اوتوريتي اند ريسبونسابيلتي اس ديفايند از ان ذا انترنال اوريت ايه تشارتر كونتينيو تو بي ادوكيت انيبل تو انيبل اكتيفيتي
to accomplish its objectives. يبقى الراجل هنا الدور عشان بس يكون عندنا امور واضحه معانا, الانترنال اوديت تشارتر مش هو اللي بيحطه الشيف اوديت اكزكيوتيفز, ده ممكن يكون موضوع من الايه من البورد اوف دايركتورز. مهمه الانترنال اوديت تشارترز ان يتاكد ان الريسبونسابيلتي البربوز والاوتورايتي والريسبونسابيلتي والاكتيفيتيز بتاع الانترنال اوديتورز ده الانترنال اوديت بتتماشى مع as defined in the internal audit charter, ودايما بيسعى انه يعمل ادوكيت ايه اكتيفيتي انها تكون ان الاكتيفيتي بتاع الانترنال اوديتس بتحقق اهداف الايه المنظمه. تمام. طيب بعض الامور اللي بيقوم بيها الانترنال اوديت ايه الشيف اوديت اكزيكيوتيفز ان هو يعمل ريكروتنج training development للكوتشنج اند كوتشنج اند موتيفيتنج اوديت ستاف, انه يبدا يجمع يعمل هو اللي هاير الناس اللي تشتغل معاه كانترنال اوديتورز, ان هو هيشتغل على الدي تو دي ايه اوديت ورك الشغل اليومي الخاص بالايه بالمنظمه بتاع الانترنال عفوا بالانترنال اوديتورز, developing, updating, and communicating audit plans to management and board. هو يبدأ يقول حط الخطة بتاع الأودت بتاع المنظمة بتاع الانترنال audit departments ويبدأ يعمل لها submitting للمانجمنت والبورد. من اللي هيوفروا عليها البورد. Planning, shadowing, and supervising audit engagements. أي على أي مشكلة أي موضوع المفروض إنه هيراجعه ويبدأ برضو يعمل له خطة ويعمل له جدولة زمنية ويشرف على التطبيق بتاعه. يبدا يعمل خلاص عمل مراجعه يبقى communicating engagement results to management and the board of and the other stakeholders, يعني بيعمل issuing audit reports with findings and recommendations. بعد ما يخلص خلاص engagements يبدا يعمل report للعمليه المراجعه كلها بشكل كامل, monitoring engagements outcome يبدا يشرف. احنا قلنا من ضمن الشغل بتاع الانترنال انه يبدا يعمل مونيتورينج, فاكرين احنا الفيزز اللي احنا اتكلمنا فيها خالص في الاول بتاع الانترنال اوديت, ان هو الاول يعمل سيرفي بعدين اوديت بروجرامز بعدين بعد اوديت بروجرامز انه يبدا يعمل مونيتورينج او الفيلد ورك اللي هو العمل الميداني, بعدين يبدا يعمل مونيتورينج اشراف على مدى تطبيق ومدى تنفيذ الايه الريكومنديشنز بتاعته. تمام. دي اخر مرحله, كانت اخر مرحله في الايه في الفيزز, فيبدأ برضو المونيتورينج اوديت انجيجمنت اوتكمز والديفلوبينج اند ابديتنج سكسيشن بلانز فور لونج تيرم ستابيليتي اوف مانجمنت. تيرم ان هو مش بس بيشتغل في الاجل في 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 الكرنت او الشورت تيرم, لا هو المفروض يعمل خطط عشان تدعم اللونج تيرم ستابيليتي اوف مانجمنت, استقرار والنظره طويله الاجل بالنسبه للاداره. Issuing periodic status report and annual reports to management and board بشكل كامل, يبدأ بشكل دوري يبدأ يعمل تقارير خاصة بالحالة المنظمة اللي فيها internal audit departments للمانجمنت والايه والبورد. Coordinating with outsider auditors اللي هم مش بس الاكسترنال auditors, انا مش مقصود بقى الاكسترنال auditors بس, انا عندي في management في governmental auditors في health and healthcare auditors الناس المهتمة بالسيفتي في التاكس اوديتورز, كل دول بيبدا يعمل مراجعه بشكل بيتعاون معاهم وكونفيرمينج ذا بورد اوف ات ليست انوالي ذا اورجانيزيشنال اندبندنس اوف ذا انترنال اكتيفيتي. يبقى برضو طول بشكل سنوي كده لازم يقول للبورد اوف دايركتورز ان احنا في اندبندنس استقلاليه واوبجكتيفيتي للايه للخطة او لعمل الانترنال ديبارتمنت او الاكتيفيتي الخاصة بالانترنال ديبارتمنت. تمام. ده كده الادارة نفسها دور الرجل CAA اللي هو التشيف اوديت اكزيكيوتيفز, هو بيدير عملية الانترنال اوديتس بناء على الانترنال اوديت تشارتر اخر نقطه معانا في التوبيك النهارده هي التقارير, انواع التقارير اللي بيقدمها التشيف اوديت اكزيكيوتيفز. انا عندي نوعين من التقارير, نوع تقارير خاصه بالوظيفه اسمه فانكشنالي
ريبورتس، وده بيكون للبورد اوف دايركتورز، ده بيكون موجه للبورد اوف دايركتورز. والنوع الثاني بنسميه ادمنستريتيفلي ايه ريبورتس، ده تو ذا اورجانيزيشنز تشيف اكزيكيوتيف اوفيسر اللي هو السي اي او. دي الميكانيزم ده بنسميه دوال ريبورتنج ريليشن شيب. يبقى الراجل اللي هو التشيف اكزيكيوتيفز هيدي للسي اي او تشيف اكزيكيوتيف اوفيسرز، والبورد اوف دايركتورز للتشيف اكزيكيوتيف اوديتورز هيبقى بنسميه ادمنستراتيفلي يعني اداريا، وفانكشنالي اللي هي وظيفيا وظيفته فيما يخص وظيفه التشيف اكزيكيوتيفز هيبقى للبورد اوف دايركتورز. طيب ايه هي وظيفيا يعني لما يجي يقول للناس اللي هو اعضاء مجلس الاداره انا المهنه بتاعتي او الوظيفه بتاعتي اديتها ازاي، فالتقرير بتاعه هيضمن بعض النقاط زي ان هو ايه ان البورد نفسه هو الابروف ذا انترنال اوديت اكتيفيتيز اوفر اول تشارت. يبقى انت لما تيجي تقول له بناء على التشارتر بتاع الاوديت اكتيفيتيز الانترنال اوديت تشارتر الاكتيفيتيز اللي داخليا هتبقى ابروفنج باي مين، باي بورد اوف دايركتور. احنا قلنا ان هتعمل ريسك اسيسمنت. طيب البلان البلان او الريسك اسيسمنت اللي انت عملته ده والريليتد بلان هي ابروف باي مين، باي البورد اوف دايركتورز. هو اللي هيعتمد الريسك اسيسمنت اللي انت عملته وهيعتمد البلان اللي هو بيزد اون ذا ريسك اسيسمنت. ان لازم البورد اوف دايركتورز ريسيفينج كوميونيكيشنز فروم تشيف اوديت اكزيكيوتيفز اون انترنال اوديت اكتيفيتيز اور اذر ماترز ذات ايه that CAA determines are necessary. اي امر داخل الشركه شايف الراجل اللي هو مدير رئيس القسم المراجعه او CAA داخل الشركه شايف انه ضروري لازم يبدا يعمل كوميونيكيشنز دي تو ذا بورد اوف دايركتورز. وفي النهايه البورد اوف دايركتورز ابروف اول ديسيجنز ريجاردينج بيرفورمانس ايفالويشنز ابوينتمنت اور ريموفال اوف ذا سي اي اي. يعني في النهايه مين هيعين السي اي اي؟ البورد اوف دايركتورز. مين اللي هيعتمد البيرفورمانس ايفالويشنز بتاعه؟ مين اللي هيعمل له، مين اللي هيشيل ويجيب حد مكانه؟ البورد اوف دايركتورز. مين اللي هيعتمد الكومبنسيشنز بتاعه؟ السالري ادجستمنت برضه البورد اوف دايركتورز. تمام. وفي النهايه لازم البورد اوف دايركتورز يعمل ايه؟ يعمل انكويريز سواء كان للبور للانترنال اوديتورز اللي هو السي اي او المانجمنت عشان يتاكد نوصل لمرحله ان الوظيفه بتاعه الانترنال تتم ادائها بشكل اوبجكتيفلي اند اندبندنس. مهم جدا الاندبندنس الاستقلاليه والاوبجكتيفلي الموضوعيه او الاوبجكتيفيتي موضوعيه مهمه جدا للاثنين. يعني انت لازم يكون في استقلاليه في اداء المهنه والاستقلاليه تعدي ان يكون في موضوعيه. ما لو في لو انت لو الراجل الانترنال اوديتورز ده او الانترنال ديبارتمنت نفسها مش لا تشعر باستقلاليه داخل الشركه مش هتادي الوظيفه بتاعتها بشكل مناسب بشكل حسب المطلوب. دايما هيحاول ان هو يرضي احنا بنقول ايه جو ذا فلو، يعني هيبقى ماشي مع الايه خلاص الدنيا ماشيه انا همشي معاها الراجل السي اي او ده هو المتحكم في الشركه فانا هرضي عشان ايه يعني ما يعملش مشاكل وانا عايز احافظ على مركزي ووظيفتي ومرتبي فخلاص. انما لو هو الانترنال اوديت ديبارتمنت الريبورتنج بتاعها يعني يتبع في التسلسل الاداري البورد اوف دايركتورز بشكل مباشر فهيبقى حاسس باستقلاليه داخل الشركه فهيؤدي المهام بتاعته بايه بموضوعيه. النوع الثاني من التقارير اللي بيقدمها السي اي اي بيعمل ادمنستريتيف ريبورتنج تو ذا سي اي او اللي هو التشيف اكزيكيوتيف اوفيسر. الهدف منها انه يبدا يقول له مشاكله يعرفوا طبيعه عمله داخل الشركه لو بالنسبه للسي اي اي. فاول حاجه هيديله معلومات عن البادجيتنج اند مانجمنت اكاونتنج ماترز خاصه بالعمليه الموازنات والمحاسبه الاداريه وما الى ذلك. هيقول له على الهيومن ريسورسز ادمنستريشن اداره الموارد البشريه خاصه بالبيرسونال ايفالويشنز كومبنسيشنز يبدا يديله الريكومنديشنز بتاعه الخاصه في هذه الامور. internal communications and information flow خاصة بتدفق الاتصالات والمعلومات داخل الشركة. واخر حاجة يقول له الانترنال مانوال الاوديت الانترنال اوديت مانوال بتاعي دليل المراجعة البيرسونال بروسيجرز اللي انا همشي عليها الاكتيفيتيز اللي انا هطبقها داخل الشركة. دوره هنا التقرير هنا دورها
اعلام السي اي او بطبيعه عمل الانترنال اوديتنج بالاكتيفيتيز بتاعه الانترنال اوديتنج بالفايندنجز اند ريكومنديشنز اللي طلع بيها الايه الانترنال اوديتنج. احنا كده خلصنا التوبيك اللي هو الانترنال اوديتنج. فضل لنا كده توبيك واحد في سيكشن الاخير في البارت ده, وان شاء الله هو هيبقى عن الانفورميشن سيستم, كنترول الانفورميشن سيستم. ان شاء الله نرفعه في اقرب وقت ممكن, وبرضه ان شاء الله هنستكمل مع بعض شرح بارت 2 نبدا فيه ان شاء الله في اقرب وقت. متشكر ليكم, اشوفكم على خير, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.